هعمل بقى المكرونة بالمكونات اللي موجودة عندي. تعالوا نشوف هطلع ايه، بس هتطلع خطيرة برضو ان شاء الله. اهو انا معايا المكرونة الاسباجيتي المسلوقة، ومعايا بصل وثوم وسمنة وكمون، الرمان والدبس الرمان خلاص مش هستخدمهم، مش عارفة التابل ده ايه، مش راضيين يقولولي وانا مش عارفة ده ايه. انا هوريكم وبس. فانا هعمل ايه دلوقتي، انا بسخن الطاسة دي وهحط فيها حتة سمنة كده يعني ظريفة، وهعمل ايه كمان، ممكن اشوح بصل وثوم مع المكرونة، لا هحط ثوم بس، ممكن ثوم بس، ثوم ماشي، هنزل كده الثوم، هو فص ثوم واحد مع حتة السمنة كده، اشم ريحة الثوم بس من غير ما يلون ولا اي حاجة، اشم بس ريحته. هنزل على طول بالمكرونة، رفعتها كده، كلها بقى ايه، ملح وفلفل، ملح فلفل، هو ايه الثوم، فص الثوم ده هيعمل لها طعم، وممكن نحط برضو شوية بقدونس كده وشوية جبنة، تبقى كده ايه طبق مكرونة كده سهل وسريع. شوف له طبق بقى، مثلا ماشي، تعال انت بقى ماشي، كده بس كده. انا بقى ايه، هجيب الطبق هنا وناخد المكرونة اللذيذة دي، بسم الله، هنا كده بس كده كفاية، ونعمل ايه بقى، ممكن برضو نحط عليه شوية جبنة تاني كده على الوش، جبنة رومي مبشورة، وبرضو رشة بقدونس خفيفة، بس واروق الطبق وخلاص، بس كده طبق مكرونة سريع جدا 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 وخطير. كسبت التحدي الحمد لله، انا خطيرة بس ما بحبش اتكلم اهو. بس يا جماعة الحمد لله، خلصنا حلقة البوكس وخلصنا حلقة التحدي، ان شاء الله تكون عجبتكم، اتحدوني وحطوا لي كبده وحطوا لي دبس رمان وشويه مكونات ظريفه، عملنا اسرع كبده في الدنيا طعمها تحفه، لو ما كنتيش جربتيها بدبس الرمان قبل كده جربيها، وعملنا المكرونه السريعه اللي ما خدتش ابدا اي وقت زي ما انتم شايفين كده، بفصين توم وحته سمنه وشويه جبنه كده وبقدونس، وخلصناها اوام مكرونه سباكيتي كده سريعه جدا وطعمها ان شاء الله خطير يعجبكم.
قولوا لي بقى، لو انتوا مكاني ولقيتوا المكونات دي هي المتاحه عندكم، كنتوا هتعملوا وصفات ايه؟ هتطلعوا ايه وصفات غير اللي انا عملتها؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، وان شاء الله الحلقه تعجبكم وتجربوا الوصفات. بشكركم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.